ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك إهدى في ناس عايشين على الفلوة الطعمية سنين، ناس تعبانة وطبحة الكوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قال إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلق على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحستكوا عنكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوا اللي أشكال على ألوان. مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان، وهي الدنيا ناس غير إيه، ميك اب روش فستان سيين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان، يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدودة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب ان اللي ما بدل الخوطه دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك، كرش اسمه كرش ملك whatever، لما عمل له كده قال له على مربع الملك، هذا المربع اوقعك في الخطيئه وجعلني افوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن، جايز برضو. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طابية، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس هستاذنكم كل واحد يمثل دور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني، لو خدتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكتوا. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. الله، بنقول العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. لا 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 لا، حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. أنا؟ أيوة حضرتك. حضرتك في طريق إيه؟ الأبيض. ودورك إيه؟ أنا العسكري الأبيض. واللي وراكي دي إيه؟ حصان أبيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبية. حاضر أوف. حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا
لا اله الا الله يا جماعه، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول عسكري الاسود يتنقل قدام الوزير يتحرك بلطتين، ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلص يا اختي انت وهي، مستحملاكم بس عشان الست صباح، انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل اسفه. وانت يا اختي اطلعي كده. اوكي، تالت حاجه الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هما ايه ده. يلا نندى اشرحي لهم انت. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجه الفيل الاسود يقتل العسكري الابيض. لا تعملي ايه؟ استني يا ولادي بتعملي ايه؟ ما انت قلتي لي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجه بسرعه اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابيه البيضاء ياخد خطوتين. اوعي تقتليها. يتحرك تلات خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحه حته. لا خلاصي صباح، اللعبه خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انتي انتي الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسافر صباح يا جماعه. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ اقعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شريهم، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطه دي تحتيها حاجه. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجه عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجه اكسر بيها البلاطه دي؟ يا ام سماح. امور يا حبيبتي، معاكي حاجه يا اختي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورزقك بقى. اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. انت طلباتك كتيره بقى، ابص لك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعدينا. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. اه يا كي يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد. اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلصتي شريهين. لا يا نيلي خلصتي شريهين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. Thank God إن في مية. هاي شيرين، حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي أديني بقرة بنتسلى. بتتسلي إيه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها.
انت نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهواء يرد الروح، والوليه اللي هناك دي كل شويه عماله تعمل بومبا ورا بومبا لغايه ما خلاص عمتني. اقول لك يا نيلي، عشان انا وانت نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط، قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانت بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا، هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد. وبصي بقى ايماجينيشن، هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان، انت محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق عين. خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا خالتي ام سامح، والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مشروع غسيل؟ اشوف لك. يا رب يخليك. دي ما بحبهاش. خدي هذا الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي يا حبيبتي، شكرا. ام سامح يا اختي، ما تشوفي كده جاتي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات، البوست هتيجي بعد ساعه. ماشي. عايزين حاجه يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحه ولا عصير؟ صحيحه ولا عصير؟ لا عصير. عصير. اشوف لك يا اختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا ام سماح. مش معقول ام سماح، انت بتفكريني بواحده كانت بتطلع في الافلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبنز. طب ام سماح انا هطلب منك طلب صعب جدا، عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي. خدي استني اشربي يا اختي بالهنا والشفا. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي. شوف اخرتها. خد يا حبيبتي. شيرين انا جات لي فكره فظيعه، خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانيه عشان انا عايزه ادور في الكشك بنفسي على حاجه؟ عينيا يا اختي. يلا على اذنك يا اختي. كل حته. مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، مية وعشرين سنة، مية وستين سنة، ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا قعدناهم، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة، لأنهم مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة بس. أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة، هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة، إحنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية، بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا وإحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجاحتك يا أكل. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو في انذار مين اللي قالك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه، ومش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها. اه طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر.
احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى. من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ارجع ايه؟ ارجع المواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش، ما عدى اسبوع. لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي يا سيدي؟ ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتدبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضحي، بس يا ضحي يا نازله بقى تقعد. بس يا ضحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلونيا بعديها على طول عشان اللي انت عايز. سيف صادق، ادي حق اهو افندم. هاري شاكر محمد فؤاد. انت اول تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم صاحب محمد منير وري. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر، في ايه يا حصل منه؟ هو جاي وفي عين الشر. يلا تهو اهو. 120 سنه120 سنة. نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت. بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور؟ لا لسه يا حبيبي، في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو الدهب بيه، ابو الدهب بيه، ربنا يكرمك يا ابو الدهب بيه. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. اظن ان انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. اتفضل المجله اهي. شكرا. اللي انت بتعمليه ده ايه؟ بتعمل المؤاخذة اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمك يا نيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكم كلكم. اسفه ده يا عسل، انا كاعه دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح اللي ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوف دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي، اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميني في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمرت غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكم بعدين. ايه ده؟ انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضاحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضاحي. لا ابو الدهب بيه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه، استحمى، انضف، اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتك. واعرفك ازاي انا ضاحي؟ اعرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل انت عايزه. يا ابو الدهب بيه، انا الحشرات الزحفه بتاكل في عظمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتي. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا هفهمكم هناك. يلا. تسعين جنيه بجول بورسعيد، 7.5 جنيه. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعيتها معاكم عشان اخد حقي. 7.5 جنيه كبده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ ايوه. ابن النصابه حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571 جنيه. انا عايز منكم 571 جنيه.
571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيلي انت حالتك حاجه يا ماما. بس انا مش عايز كلام، انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت. انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجله مع عم دهب. لا عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجه؟ انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله. وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه كانك قاعد في كارفور بالظبط. ده انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحناها هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينه، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه؟ واحنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد هو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، وير اولموست دان. وبعدين بقولك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكله بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجله، مش العدد الاخير عامه. طب ازاي يا جماعه الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوبايه شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجاباتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه. يا سلام، ايوه طبعا، ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكي لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص، دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم. في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟ مفيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص؟ خلاص. الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعه؟ ايوه طبعا موجود في المطبعه. وحضرتك تعرف المطبعه دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعه فين. اوكي يلا بينا. يلا. ثانيه واحده يا جماعه. عم بندق انت متاكد انك تعرف مكان المطبعه فين اكيد؟ ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجه تانية؟ ابراج نايل سيتي. يا اختي يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله، انتوا قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انتوا بتتكلموا على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم. شو مش هو ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحتي ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه. الله، مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسوده. يعني ايه مسوده؟ المسوده دي زي العدد بالظبط، جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسوده كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجوده المسوده دي، موجوده في المرسم. ايه 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 مالكم؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ ما انتوا ما سالتوش عن المسوده على طول؟ انتوا سالتوا عن المجله؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبعة. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟ اتفضل.
اتفضل بقى ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه 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 من داري انا فاكر كانت في الحته دي في الجنب ده في الجنب ده ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص مدام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه تلاته، التلاته دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع الكسه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني. يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير. وصلوا للعبه. جه ميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، وادها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدوتة.